طبعا لدينا سجل يعني في قاعدة بياناتنا بتفاصيل ما حدث للمكون المسيحي أيضا والمكونات الأخرى مثل التركمان الشيعة. يعني الهدف طبعا النهائي عدم تكرار ما حدث بحق أي مكون وخصوصا المكون الإيزيدي. نوعية الجرائم هي نفسها التي ارتكبت يعني مع المكون الإيزيدي مع المكون المسيحي. تنسيق على مستوى عالي ومذكرة تفاهم مع فريق اليونيتاد الفريق الدولي الخاص بجمع وتحقيق وخزن الأدلة. يشارك مع يونيتاد كل المعلومات المتوفرة أو المعلومات التي تطلبها أحياناً. هذه الشبكة قامت طبعاً اتدربت على كيفية القيام بأعمال المناصرة والمدافعة عن القضية الإيزيدية ولديهم إلمام وشغف يعني عالي بإيصال صوت الناجيات وبصوت إيصال صوت المجتمع بشكل عام. مشروع المحافظة على الأرث الإيزيدي حاليا يقومون بعملية توثيق المراسيم والطقوس والعادات والعبادات اللي يقوم بها الإيزيدي أثناء الصيام.